السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن مادة الباراسايتولوجي. اليوم راح نتكلم على نوعيتين من الطفيليات، النوع الأول اللي هو البلانتيديوم كولاي، والنوع الثاني اللي هو طفيلي الملاريا. البلانتيديوم كولاي يسبب مرض نسميه البلانتيدياسيس، طبعا هو ضمن الفايلم بروتوزوا، اوكي، ضمن مجموعه الكلاس السيلييتد، من اسمها سيلييت اللي هي باراسايت موفد باي سيليا. سيليا هاي مثل ما تعرفون هذه اجزاء الحركه او اللوكوموتر ابيريتاس اللي يساعد الباراسايت على الحركه. تشوفون الباراسايت محاط بالسيليا في كل الجسم من الخارج يكون محاط بالسيليا اللي تسهل عمليه الحركه. Generally half mouth نسميه السيتوسوم أو نسميه الفم الخلوي. طبعا هذا النوع من الباراسايت أيضا متكون من two stages. الستيجز الأول اللي هو التروفوزويد، الطور الخضري أو الفيجيتيتف ستيج، اللي بالطفيلي يسوي الكولونيزيشن ويسوي الانفيجن، وبنفس الوقت أيضا يعمل الريبليكيشن، أوكي. لكن هنا الريبليكيشن مالته يختلف، يعني يكون باي ترانسفيرس باينري فيشن وليس باي لونجيتيودينال باينري فيشن. هسه نجي نحكي على هذا الشيء. اذا عنده طور التروفوزويد وعنده طور السيست ستيج. السيست ستيج مثل ما نعرفه هو الطور المتكيس، الطور اللي يحافظ به الباراسايت على نفسه. طبعا نشوف هنا الشكل التروف قريب الى البيضوي، التروف محاط بالسيليا، عنده ال what does we call it السيتوسوم الفم الخلوي اللي يتناول ال ب غذائه، وعنده أيضا الكونتراكتيكال فاكيول، كونتراكتيكال فاكيول اللي هي تشبه الاينال تراكت، يعني هذا خلينا نقول فد جهاز إليمينن، يعني خلينا نقول بريدكتيف إليمينتري تراكت، يعني في الجهاز بدائي لهذا الباراسايت. يتميز ايضا بانه عنده تو نيكليوس، هاف تو نيكليوس، النواه الاولى اللي هي لارج نيكليوس اللي هي كيدني لايك شيب، والنواه الثانيه تكون سمول نيكليوس، واحده نسميها ماكرو نيكليوس والثانيه نسميها المايكرو نيكليوس. طبعا حجمه من 50 الى 100 في 40 الى 70 مايكرو متر. هنا يكون شكله بيضوي اوفويد، وتكون اكو سيليا اهداب خشنه تحيطها اللي نسميها كورس سيليا، اوكي. وقلنا ايضا هاف تو نيكليوس. السيست ستيج يكون محاط بدبل ميمبرين، دبل وول، اوكي، لان تعرفون انه هذا وظيفته دفاعيه. ايضا نقدر نشوف بالتو نيكليوس الكيدنيز لايك شيب بالاضافه الى المايكرو نيكليوس، وحجمه تقريبا من 45 الى 65 مايكرو متر. زين، نجي الى السايكل. اللايف سايكل مالته تشبه الى حد كبير اللايف سايكل باقي البروتوزوا اللي درسناها، يعني جماعه تحديدا جماعه الساركودين الاميبات. هنا الانجستشن يكون نتيجه ل او المود اوف ترانسميشن يكون فروم بيرسون تو بيرسون باي اوروفيكال باث واي، من خلال انجستشن of the water food اللي هو contaminated by the fecal material of that contained cyst stage of the infected individual. فالشخص راح ياخذ الطعام الملوث بال cyst stage من الباراسايت، اللي سواء كان طعام سواء كان المي، فياخذ السيست ستيج. السيست ستيج تنقل الى داخل الجسم من خلال السمول انتستين، يوصل لللارج انتستين، قبل ما يطب لللارج انتستين يصل لعمليه الاكسستيشن. كل سيست واحد يعطيني تروفوزويد واحد. هذا التروفوزويد ايضا من الممكن انه يصير له باينري فيشن، لكن هنا عملية انقسام تكون ما تكون طولي، هنا تكون عملية انقسام مستعرض، يعني بالعرض ينقسم. ليش؟ لأن هنا الباراسايت
يعني مو متناظر مثل مثل الاميبات، مثل التريبانوسوما او مثل الجياردية. هنا الكائنات متناظرة، هذا غير متناظر، فيكون عملية الانقسام مالته تكون انقسام مستعرض، يكون بالعرض. فهنا يصير عنده باينري فيشن، قسم من عنده يسوي انفيجن لل ميوكوزال ميمبرين اوف لارج انتستين، ويسبب لي ايضا مشاكل اللي هي الاصابه اللي نسميها البلنتيدياسيس. طبعا هنا قسم من عنده راح يجري ويا مجرى اللارج انتستين ويتحول مره ثانيه الى سيست بعمليه الانسيستيشن، وينطرح الى الانفايرمنت حتى يسبب لي اصابه اخرى. في بعض الاحيان طبعا هو عمليه الانتقال هي دايركت بيرسون تو بيرسون كنترول، لكن في بعض الاحيان من الممكن انه يكون الخنازير ريزرفوير، يعني البيك من الممكن انه يكون ريزرفوير، لانه ياخذ هذه الباراسايت تنشط في داخل هذه الانواع من الحيوانات. لذلك هذا الديزيز اشوفه بالمناطق اللي عاده تكون يعني الجيوغرافيكال اريا اللي تعتمد على الخنازير كمصدر غذائي لطعامه. يعني هذا بالميدل ايست نشوف نسب الاصابه بالبلانتيدياسيس تكون كلش قليله، لكن الاصابات تكون تتركز بمناطق مثلا شرق اسيا، مناطق اجزاء من اوروبا، اجزاء من امريكا، المناطق اللي تعتمد على الخنازير كمصدر للغذاء له. طبعا يسبب نوع من انواع الالسر بالجي اي تي، طبعا يسبب انفيجن للميوكوزال ميمبرين، ويسبب لك هذا الالسر اللي هو يشبه الالسر مال انتميبا هيستوليتيكا. اوكي، لكن يكون اعرض شويه من ناحيه الشكل يعني كمقارنه ب عاده الانفلتريشن يكون قليل، يعني ما قليل انه من الممكن انه يسبب في التقرحات بحيث انه يعبر من الميوكوزال ميمبرين ويوصل للدم ويسبب يعني اكسترا انتستينال انفكشن، فيكون عاده لوكالايز، يكون لوكالايز والاصابه مالته تكون يعني اعراضها شبيهه بالاصابات اللي تكون بالانتميبا هيستوليتيكا. طبعا هنا انا شلون نسوي الدايجنوزس، نعتمد على الاتروفوزويد. هنا أنا نشوف بالدياري نشوف الاتروفوزويد ونشوف السيست ستيج في حالة الستول فورم. هذا فيما يخص البلانتيديوم كولاي. النوع الآخر من الباراسايت اللي هو واحد من الأمراض الخطيرة اللي هي الملاريا الباراسايت، سامعين بمرض الملاريا، واحد من أخطر الأمراض اللي مرت على تاريخ البشرية وسبب يعني أوت بريك عالي، يعني هواية عمليات موت جماعي صارت خصوصا في أفريقيا. يعني مرض منتشر بأفريقيا، منتشر بالشرق الأدنى يعني شرق آسيا، يعني تايلاند فيتنام، هذه المناطق هي من المناطق اللي كلش تكون بها الإصابة. كذلك موجود بالعراق، لكن نسب الاصابه تكون قليله، وعاده يعني بدت حالات يعني حالات الاصابه بدت تقل الى انه تقريبا يعني no report for the malarial infection يعني in Iraq nowadays. لكن تبقى الاصابات بالدول الفقيره، بالمناطق اللي بيها crowded position، بالمناطق اللي بيها وجود البعوض، باعتبار البعوض واحد من الناقلات المهمه لهذا الديزيز، لان هذا الديزيز يعني يختلف عن باقي الطفيليات اللي احنا اخذناها، انه لازم يكون عنده فيكتور. بهذا الفيكتور راح يكون عنده يعني يمارس هذا الفيكتور، يعني في داخل هذا الفيكتور يمارس طور من اطوار حياته. فهنا يعني الحلقه مالته من الممكن جدا انه انا اكسر الاوتو بريك ماله، اكسر الانديميك انفكشن، انه بمجرد انه اني اقضي على الفيكتور او اسوي ايراديكيشن للفيكتور مالته. طبعا الملاريا تنتمي الى الفايلم البروتوزوا، من اقول البروتوزوا انا اقصد اني يونيسيلولار اورجانيزم ضمن السب فايلم اللي هي السبوروزوا. السبوروزوا اللي يميز السبوروزوا بصوره عامه انه هي عندها سكشوال اند اسكشوال سايكل،
كل الباراسايت اللي اخذناها هي اسكشوال سايكل، لكن احنا بدنا ناخذ الان باراسايت متطور اكثر يكون عنده سكشوال ان اسكشوال سايكل. حقيقه هو ضمن كلاس نسميه تيلوسبوريديا، تيلو سبوريديا اللي عنده سكشوال سبور او الاووسيست تكون سمبل. ضمن سب كلاسز اللي هو الهيموسبوريديا، هيمو سبوريديا اللي بيها سكشوال والاسكشوال جينيريشن ان ا ديفرنت هوست. اوكي، باراسايت انفكس تيشوز سيل ار بي سيز اوف ذا فيرتبريت ويل هوست. يعني هنا يختلف عن الكوكسيديا، يعني السب كلاس الكوكسيديا هذا هنا يكون عندك السكشوال واسكشوال ممكن يصير بنفس الهوست، هذا لا. الهيموسبوريديا عند الاسكشوال فيس بصوره عامه يصير بالهيومن بين او يصير بالفيرتبريت، بينما السكشوال فيس يصير بالفيكتر بالناقل، الناقل الطور الجنسي للباراسايت يصير بالناقل، بينما الطور اللا جنسي يصير في الماميليان خلينا نقول او الفيرتبريت بالفقريات من ضمنها الهيومن بين. وهنا بالهيومن بين راح يبدي يستقر بالفيكس تيشوز ويستقر ايضا بالار بي سيز. طبعا الفاميلي هي البلازمودي او نسميها ايضا البلازمودادي، بلازموديدي زين، اللي تتضمن الهيومن باراسايت اللي بروديوس بيجمنت ان اسكشوال سايكل ان ار بي سيز اوف ذا فيرتبريت، وايضا بروديوس جاميتوسايت ان ار بي سيز اوف ذا فيرتبريت. عنده طور السبوروغوني اللي هو طور السكشوال سايكل، هذا كله راح نشوفه من خلال دورة حياة الباراسايت. طبعا الجينس اللي راح ندرسه هو البلازموديوم، البلازموديوم، البلازموديوم اللي عنده طور الشيزوغوني اللي ايضا نسميه الاسكشوال سايكل في داخل الار بي سيز والاذر تيشوز. اذا عنده في داخل الفيرتبريت عنده طور الاسكشوال، هذا الطور نسميه الشيزوغوني. اوكي، بعدين يتميز الجاميتوسايت، وبعدين عنده طور ثاني اللي هو السكشوال سايكل اللي نسميه سبوروغوني. هذا وين يصير؟ هذا يصير بالناقل بالفيكتر اللي هو البعوض اللي هو تحديدا اسمه الموسكيتو. الموسكيتو هذا الناقل للباراسايت اللي يصير السكشوال سايكل في داخله اللي نسميه السبوروغوني. طبعا من اقول سبوروغوني يعني سبوروزويد، يعني طور السبوروغوني يكون what we call the sporozoid. هذه السبوروزويد تكون في داخل الموسكيتو اللي تنقلها بعدين الى الهيومن. طبعا ايش عندي هنا من انواع الملاريا كسبيشيز؟ عندي الملاريا بلازموديوم فيفاكس اللي تسبب نوع بيناين او نسميها تيرشين ملاريا. عندي البلازموديوم ملاري اللي يسبب الكوارتن ملاريا. عندي الفالسيبارام، بلازموديوم فالسيبارام اللي يسبب مالجنان تيرشين ملاريا، والبلازموديوم اوفالي اللي يسبب الاوفالي ملاريا. ايضا اكو انواع اخرى لكن يعني هذه هي المهمات، يعني اللي هي الكومن كوز اوف ذا انفكشن ان ذا هيومن ان ذا يعني ان ذا وورلد. زين، اذا نجي على اللايف سايكل اوف ذا ملاريا، من اللايف سايكل راح نفهم شنو الاطوار اللي يمر بيها هذا الباراسايت. اولا تجي يعني بعوضه اللي هي الانوفيلس موسكيتو او انفكتيف موسكيتو، بعوضه تحتوي على الطور المعدي الانفكتيف ستيج مال الباراسايت. شنو هو الانفكتيف ستيج هنا؟ هو السبوروزويد، هذا السبوروزويد نشوفه من خلال الخرطوم مال الحشره يدخل الميروزويد. تشوفون الميروزويد هي عباره عن سبندل لايك ستراكشر وتحتوي على نواة تقريبا بالوسط، فتعبر الكيوتينيوس ممبرين. اوكي، فهذه السبوروزويد دخلت الى شنو؟ دخلت الى داخل الممبرين، عبرت الجلد راحت للبلد، من البلد تروح وين؟ الى الليفر سيلز. من البلد تروح الى الليفر سيلز، في داخل الليفر سيلز هذه تبدي تتكاثر تكون what is we call it شايزونت، يعني هذا نقدر نسميه كيس، هذا شايزونت. هذا شايزونت يبدي تتكاثر هذه باي اسكشوال بروسيس، يعني باينري فيجن، لونجيتودينال باينري فيجن، فتتحول الى مجموعه من
الطفيليات اللي موجودة في داخل هذا الشايزون. هنا شو نسميها؟ نسميها ميروزويد. اذا هنا دخل سبوروزويد، دخل الى خلية الليفر هيباتيك سيلز، كون كيس الشايزون، تكاثر داخل الشايزون، تحول الى ميروزويد. هذه الميروزويد بعدين تنفجر الهيباتيك سيلز وتطلع هذه الميروزويد. شوف تراكيبها شوية اختلفت عن السبوروزويد، هنا تكون سبندل شيب، هنا الميروزويد تكون تركيبها أصغر شوية وأيضا بيضوية لكن أصغر بالحجم. هذه الميروزويد اللي تطلع أيضا تروح تهجم على أذر هيباتيك سيلز، وأيضا تكون شايزون في داخلها، وأيضا يسوي ريبليكيشن، وأيضا تخضع عليها وتتحرر هذه الميروزويد وتروح تهجم على اذر ليفر سيلز وتستمر السايكل. هذه السايكل اللي تصير بالليفر نسميها البري اريثروسيتيك سايكل. هذه من اسمها بري اريثروسيتيك، يعني ما واصله الى الار بي سي، نسميها بري اريثروسيتيك سايكل. هذه تصير وين؟ ان ذا ليفر سيلز. طبعا هذه السايكل ايش قد فترتها؟ الشايزونت ايش قد حجمه؟ كميه الميروزويد المتكونه في داخل كل هيباتيك سيلز ايش قد تكون، حجم الميروزويد، هذه كلها صفات تشخيصيه لكل نوع من السبيشيز اللي موجوده. اوكي، كل نوع من السبيشيز عنده يعني شايزونت بحجم معين، كميه الميروزويد اللي موجوده محدد، كفتره السايكل بالهيباتيك سيلز ايضا تكون محدده، مثل ما راح نجي هسه ايضا نشوفه كمقارنات بين السبيشيز لهذا الجينس. زين، طلعت هذا الميروزويد تجي تهجم على يعني عافة الليفر، جزء منها راح يعوف الليفر والجزء الآخر يظل يسوي سايكل في داخل الليفر. يجي يهجم على اليمن، يهجم على الأريثروسايت، يجي يهجم على الار بي سيز، يدخل الميروزويد إلى داخل الار بي سيز. من دخل بالار بي سيز راح يسوي مجموعة من الأطوار. اولا الطور الاول اللي راح يكونه في داخل الار بي سيز نسميه رينج ستيج او رينج فورمز. شوف الكروماتين ماتيريال الى الجانب، والباقي السيتوبلازم مال الباراسايت يكون هذا باللون الازرق وكانه صاير شكل الحلقه او شكل الخاتم، فنسميه رينج فورمز. بعدين يتطور الى شنو؟ الى تروفوزويد ستيج، هذا الطور الثاني نسميه طور التروفوزويد. بعدين ديفرنس ستيج من الديفلوبينج تروفوزويد اللي هي عباره ايضا عن تكوين شايزون في داخل هذا الشايزون، ايضا مجموعه من الميروزويد. زين، ايضا حجم هذا الشايزون، السايكل نفسها، كميه الميروزويد المتحرره، شكل الميروزويد، هذا ايضا صفه تشخيصيه لكل ملاريا، لكل سبيشيز من الملاريا. زين، هذا الميروزويد اللي طلعت تروح تهجم على اذر ار بي سيز وتعيد هذه السايكل اللي نسميها اريثروسيتيك سايكل. اريثروسيتيك سايكل، قسم من هذه الار بي سيز ما يصير عمليه تحولها الى شايزونت، يعني ما تتحول الى هذا الرينج ستيج، لا تبدي تتمايز الى نوعيتين من الجنس، فتصير الميل والفيميلز، يعني ميل جيميتوسايت وفيميل جيميتوسايد. الميل جيميتوسايد نسميه مايكرو جيميتوسايد، بينما الفيميل نسميها ماكرو جيميتوسايد. هذه تبقى وين؟ تبقى في داخل البلط. فهنا ايش راح يصير؟ قسم من الار بي سيز تكون حامله الى الشايزونت اللي يحتوي على ميروزويد وعمليه انقسام انشطار لاجنسي، وقسم تكون تحتوي على السكشوال الميل والفيميل جيميتوسايد، لكن هنا ما يصير عندنا عمليه ريبليكيشن باي سكشوال، ما يصير سكشوال ريبليكيشن. السكشوال ريبليكيشن راح يصير من تاخذ الحشره الموسكيتو، من تاخذ الار بي سيز هناك في داخلها تصير عمليه السكشوال ريبرودكشن. من تجي حشره تتغذى على دم شخص مصاب راح تاخذ ار بي سيز كونتيننج الباراسايت، من بينها شنو؟ الجيميتوسايد اللي هي الماكرو جيميتوسايد والمايكرو جيميتوسايد.
تدخل هذه المايكروجيميتوسايت يصير بيها ماتوريشن، المايكروجيميتوسايت تتحول الوحدة إلى ماكروجيميت، بينما المايكروجيميتوسايت يتحول إلى ديفرنس مايكروجيميت. ينتقل هذا من السليفيريان جلاند إلى الميدجات، بعدين يروح للهندجات يعني للمعدة الخلفية للحشرة. بعدين تصير عندنا عملية فيرتلايزيشن بين المايكروجيميت والماكروجيميت، فيتحول إلى شنو؟ إلى زايغوت، فتتكون الزايغوت. هذا الزايغوت يصير بيها إلونجيشن and development of motility، تتحول من زايغوت إلى أوكاينيت. هنا هذه الزايغوت بالبداية تشوفها دائرية، بعدين هذه الدائرية تبدي يصير بيها استطالة، وتبدي هنا تكون خاملة ما عندها حركة، هنا تبدي تتحرك فتتحول إلى what is we call it أوكاينيت، تتحول من زايغوت إلى أوكاينيت. هذه الأوكاينيت شو تسوي؟ تسوي penetration للستومك، أوكي، وتبدي على جدار الستومك تتحرك، وتبدي تكون أيضا شايزوند، لكن في داخل هذا الشايزوند أكو سبوروزويد وليس ميروزويد. تبدي تتحرك باتجاه شنو؟ باتجاه السليفيريان جلاند، وباتجاه الـ 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 الأمامي من المعدة. أوكي، فهنا راح من يعني من تحولت هنا كأوكاينيت تتحول إلى what is we called أوسيست، اللي يعادل الشايزونت في داخل السبوروزويد. بعدين يصير عندي هنا رابتشر لهذا الأوسيست اللي سميناه شايزونت أيضا، فيتحرر السبوروزويد. السبوروزويد ترجع وين؟ إلى الأمام، تكون في مقدمة الحشرة ضمن الخرطوم مالتها وضمن الغدد اللعابية مالتها حتى تصيب أدر بيرسن وتعاد السايكل. هنا إذا نريد نقارن بصورة عامة الجنرال فيتشر بصورة عامة الباراسايت، هنا عند السيتوبلازم يكون باللون الأزرق، الكروماتين ماتيريال يكون هنا باللون الأحمر. أوكي، طبعا هنا الكرية الدم الحمراء راح تختلف من باراسايد إلى باراسايد. قسم من هذه الكريات راح يبدي تكبر بالحجم، قسم من عندها يكون حجمها طبيعي، قسم من عندها راح يصير بيها فالتمزق، ممكن نشوف بيها مثلا فد طقع حمراء، هاي نسميها المرار كليفت. قسم من عندها نشوف بيها الاسكافينار دوتس، هذه تكون في داخل الاربيس، تعتبر صفات تشخيصية لكل سبيشيس. يعني هسه من نجي نقارن البلازموديوم بين الفيفاكس والملاري والفالسيبارم والأوفالي، ايش راح نشوف؟ سايز مال الار بي سيز في حالة الفيفاكس راح تزيد، راح يكون حجمها اكبر، لكن في حالة الملاري راح تكون نوت اللارج، الفالسيبارم ايضا نوت اللارج، الأوفالي سلايدلي اللارج. الكلر مال الار بي سيز راح يكون نورمال في حالة الملاري والفالسيبارم، لكن في حالة الفيفاكس راح تكون بيل، وفي حالة الأوفالي راح تكون بيل. الشيب بصورة عامة كلهن يكونن راوند، حتى في حالة الفالسيبارم نصير بيها بعض التشققات يعني maybe crenated، لكن في حالة الأوفالي الار بي سيز تبدي تتحول إلى الشكل الأوفال، يعني يكون شكلها مائل الى الشكل البيضوي اكثر مما هو قرص كروي. ايضا من الممكن نشوف السكافينر دوت، وين نشوفها؟ في حاله الفيفاكس، وتكون واضحه كونسبيشيوس في حاله الاوفالي. مورار كليفت ايضا من الممكن نشوفها في حاله الفالسيبارام، بعد المورار كليفت اللي هاي النقاط الحمر اللي صار مثل المثلثات، تكون واضحه في الباراسايت. إذا نقارن بين هذه الباراسايت من ناحية التروفوزويد، إذا نبدأ نقارن بيناتها من ناحية التروفوزويد، إيش راح نشوف من ناحية التروفوزويد؟ نشوف في حالة الـ حجم هذا التروفوزويد، في حالة الفيفاكس راح يكون حجمه ثلث حجم الار بي سيز. أوكي، هذا الحال أيضا ينطبق على الملاريا، أيضا ثلث حجم الار بي سيز. في حالة الفالسيبارام حجم الباراسايت راح يكون خمس الار بي سيز، يعني حيكون صغير، لكن من الممكن شنو؟
تشوف اكثر من يعني اكثر من رينج ستيج في داخل الباراسايت الواحد، في داخل الار بي سيز الوحده. في حاله الاوفالي ايضا راح يكون حجمه ثلث حجم الباراسايت، الحجم الار بي سيز. زين نجي عليه الشيب. في حاله البلازموديوم فيفاكس ايش تشوفون هنا؟ راح يكون عندي ديليكيتد رينج، هنا الرينج تكون ديليكيت، تكون نحيفه. لكن في حاله الملاري ايش راح نشوفه؟ راح نشوفه كومباكت رينج. شوف الرينج هنا شلون ثخينه. هنا في حاله الفالسيبارام تكون فيري ديليكيتد رينج، فيري ديليكيتد رينج. وايضا من الممكن نشوف عندها اكثر من كروماتين ماتيريال، اكثر من كروماتين ماتيريال، لا تكون مور ديليكيت. هنا دينيس رينج في حاله الاوفالي. زين تجي على الكروماتين، الكروماتين هنا بشكل فاين دوت، ممكن نشوف اثنين في بعض الاحيان. هنا الكروماتين ماتيريال يكون ماس كبيره يعني مو فاين، وعاده تكون في داخل الرينج، هذا في حاله الملاري. اما الفالسيبارام فهي ايضا فاين دوت، وعاده تكون اكثر من وحده، ما حتكون وحده. اما الاوفالي يكون دنس، اوكي، وديفاين ماسز تكون واضح. هذا بالنسبه للرينج ستيج. زين اذا نجي للديفلوبينج تروفوزويد ايش راح نشوف؟ هنا البلازموديوم فيفاكس اشوفه بشكل لارج، شوفه بشكل يعني متعرج، يعني ما له فد شيب معين، يكون ريجولار يعني الشيب. اما الملاري راح يكون بشكل باند، يعني يختلف انه شكله يكون شكل باند، فهنا شوي يختلف. والماتيريال الكروماتين ماتيريال اللي تشوفوه هنا تكون بشكل ثريد، بشكل خطوط يعني بشكل خيوط. يعني هنا في حاله الفالسيبارام تكون سمول وتكون كومباكت، اوكي، وهنا ايضا تكون سمول وكومباكت. وهنا طبعا اللي يميز الفالسيبارام دائما اكثر تشبه الرينج ستيج في حاله ديفلوب ستروفوزوت، تكون اكثر من وحده كصفه مميزه. هنا الريجولار يكون في حاله الفيفاكس كشكل، هنا الكومباكت ايضا في حاله الفالسيبارام. هنا الرينج ستيج مالته يكون ديليكيت، لكن الديفلوبينج تروفوزويد مالته يكون كومباكت. اما في حاله الاوفالي هنا الرينج كومباكت وهنا ايضا كومباكت، لكن اللي يميز انه سوى تغيير بالشكل مال الار بي سيز. اوكي، الكروماتين ماتيريال هنا تكون اما نقطه او تكون بشكل ثريد خيوط. في حاله الملاري ايضا دوت اور ثريد، في حاله الفالسيبارام كذلك. هنا في حاله الاوفالي تكون كلامب، تكون كميه واضحه وتكون الريجولار. اوكي زين الماتشور شايزونت في حالة الملاريا، طبعا هذه الرسومات اللي يعني نشرحها فقط المطلوبة. نشوف في حالة البلازموديوم فيفاكس، نشوف انه الشايزون تقريبا يترس الار بي سيز، اوكي، ويكون سيجمنتد. كمية الميروزويد اللي اشوفها في داخل الشايزون تقريبا من 14 الى 24، الافرج مالتها يكون 16. حجم الميروزويد يكون وسط، لا هو كبير ولا هن صغار، اوكي، عاده تكون اجريجيتد ان سنتر، تشوف الميروزويدات متجمعه بالوسط. في حاله البلازموديوم ملاري تقريبا تترس الار بي سيز، كميه الميروزويد اللي موجوده بالشايزوند تكون اقل من 6 الى 12، الافرج 8. عاده الميروزويد تكون كبيره، اذا نقارن نشوف الشكل الميروزويد في حاله الملاري والفيفاكس راح اشوفها اكبر، تكون لارج، وعادة ايضا تكون بالسنتر. الفالسيبارام عادة الشايزونت مالته يعني من الصعوبة ان نشوفها بال يعني بالدم، عادة ايضا فول ذا ار بي سيز وسيجمنتد، ويكون اكثر كمية من الميروزويد يحتوي من 8 الى 32 وعددهن 24، وهي قاعدة كل ما تكثر عدد الميروزويد يقل حجمها، فدائما تكون الميروزويد سمول، ايضا اجريجيتد ان سنتر. اما في حاله الاوفالي فتقريبا
تدرس ثلاثة أرباع الـ RBCs segmented range من 6 إلى 12 الـ average 8 وتكون يعني كبيرة إلى نوع ما وتكون أيضا بالسنتر بالنسبة للـ RBCs. إذا نقارن من ناحية المورفولوجي للماء للمايكرو جيميت جيميتوسايت يعني الفيم الميل سيستم مايكرو جيميتوسايت، إذا أريد أقارن المايكرو جيميتوسايت هنا التايم اوف ذا ابييرنس ان بلاد في حالة الفيفاكس يحتاج من 3 إلى 5 أيام، الميرلري يحتاج من 7 إلى 14 يوم، الفالسيبارام يحتاج من 7 إلى 12 يوم، الأوفالي يحتاج من 12 إلى 14 يوم. اوكي النمبر ان بلاستريم هنا الفيفاكس تشوفه واضح، الملاريس كانتي يكون قليل، الفالسيبارام ايضا واضح المايكروجيميتوسايت، والاوفالي ايضا تحتاج الى انه تبحث عنه حتى تلقيه. السايز فول اللارج ار بي سي هنا الفيفاكس الار بي سي تكبر بالحجم. اوكي وشوف هو تقريبا ماليها الملاري يكون اصغر من الار بي سي، يعني مو مثل الفيفاكس اللي وتارس الار بي سي، يعني هنا المايكرو جيميتوسايت في حاله الفيفاكس يكون اكبر من الملاري. هنا في حاله الفالسيبارام يكون اكبر من الار بي سي، لارجر ذان ذا ار بي سي، وشكله يختلف هنا تشوفون يكون كيدنيز لايك شيب. زين هنا في حاله الاوفالي يكون تقريبا بحجم الار بي سي. إذا نجي للشيب كلهن تقريبا مشابهات راوند اور اوفال كومباكت ما عدا الفالسيبارام اللي يكون كيدنيز لايك شيب، شوفوا يكون عنده راوند اند. السيتوبلازم مثل ما تشوفون هو هذا اللون الازرق بيل بلو، عادة بيل بلو ما عدا الفالسيبارام اللي هو يكون احمر الى ازرق، تشوفون السيتوبلازم مال الفالسيبارام يكون ريدش الى بلو. اوكي الكروماتين ماتيريال هذه تكون عادة بالسنتر شكل ثريد. اوكي وهنا مكونه فد اراوند ان ذا سنتر اوف المايكروجيميتوسايت ما عدا منه ما عدا الفالسيبارام الكروماتين ماتيريال مالته تكون سكاترد يعني ثرو اوت ذا بوديز اوف مايكروجيميتوسايت. الماكروجيميتوسايت هنا التايم تو ابيير في حاله الفيفاكس من 3 الى 5 ايام، في حاله الملاري من 7 الى 14 يوم، في حاله الفالسيبارام من 7 الى 12 يوم، في حاله الاوفالي من 12 الى 14 يوم، كذلك هنا مينيسكانتي هنا الفيفاكس والفالسيبارام واضح بينما الاوفالي الملاري والاوفالي تكون سكانتي. زين هنا تشوفون الاشكال ايضا تشابه وكذلك في حاله الفيفاكس تقريبا يدرس الار بي سيز والملاري يكون سمولر ذان ذا ار بي سيز وفي حاله الاوفالي يكون يدرس الار بي سيز اما في حاله الفالسيبارام فيكون لارجر ذان ذا ار بي سيز يعني يطلع من الار بي سيز. الاشكال يشابه راوند اور اوفال كومباكت ما عدا الفالسيبارام، هناك شكله المايكروجيميت هو كيدنيز لايك شيب، هنا شكله يكون شكل هلالي نسميه كريسنت شيب، كريسنت شيب ويكون عنده راوند اور بوينتد اند، يعني شوف هنا راوند وهنا بوينتد اند، بينما هنا الاند مالته راوند حتى نميز بين المايكرو والماكروجيميتوسايت في حالة الفالسيبارام، هنا راوند اند كيدنيز لايك شيب، نقول كيدنيز لايك شيب يعني جزء من عنده تقريبا يكون بانتفاق شويه، بينما هنا لا الشكل هلالي يعني يكون متناظر. اوكي من ممكن نشوفه بوينتد اند بوينت اند، اما الباقي فهنا نفس الشكل راوند كومباكت. سايتوبلازم يكون دارك بلو للكل، اشوفهم لونهم باللون الازرق. اوكي كروماتين ماتيريال هنا في حاله الماكرو المايكروجيميتوسايت تكون الماسز مالته بالسنتر، اما في حاله الماكروجيميتوسايت حتى تميز انه هذا ماكروجيميتوسايت دائما الكروماتين ماتيريال مالته تكون بشكل ماسز تكون بالبرفرال
بالبرفرال. يعني هذا بلازموديوم فيفاكس وهذا المايكرو جيميتوسايد وهذا المايكرو جيميتوسايد. اهم نقطه حتى تميز هل انه هذا مايكرو لو ماكرو هو الكروماتين ماتيريال مالتي، هنا بالسنتر في حاله المايكرو جيميتوسايد وبالبرفرال في حاله المايكرو جيميتوسايد، وهذا ايضا ينطبق على الكل. هنا الكروماتين ماتيريال في حاله الفالسيبارام تكون تقريبا كومباكت نير ذا سنتر، بينما المايكرو جيميتوسايد مال الفالسيبارام تكون الكروماتين ماتيريال والسيتوبلازم سكتر ثرو اوت ذا بوديز. ايضا هذه صفه مميزه حتى نميز بيناتهم. اوكي، هذه يعني اهم المقارنات اللي موجوده بين هذه الباراسايت يعني، واهم السبيشيز اللي من الممكن. طبعا هنا الباثوفيزيولوجي مال هذا الباراسايت ما راح نتطرق له لان هو بالنظري يعني تاخذوا يعني يعني النظر ان شاء الله يطول حقه وزياده زين، فما راح نتطرق له لان هذه شغلات نظريه. المهم احنا نتعرف عليه اندر ذا مايكروسكوب وكمقارنه بين هذه الباراسايت. طبعا طرق التريتمنت طبعا هو واحد من الامراض الخطره والقاتله اللي هي اني تريتد يعني ديفينتلي تؤدي الى الديث، وايضا مثل ما قلنا سببت اوت بريك خصوصا بالمناطق الافريقيه، المناطق اللي بيها كراودد بوزيشن، المناطق اللي بيها بور بيرسونال هياجين، المناطق اللي بيها تندشر الذباب البعوض بكثره وتكون يعني عمليه التطهير هذه البعوض او عمليه العنايه الدوله هذه الاماكن اللي هي كراودد بتكون هذه اكثر مناطق معرضه للاصابات بهذا الديزيز، يعني خصوصا مثل ما قلنا الدول الافريقيه. طبعا واحده من اهم الطرق انه انت تريد تمنع الوباء هو من خلال انه انت يعني تعالج الفيكتور، انه انت تنشر فد علاج معين او فد ماده كيميائيه معينه، يعني عمليه رشها من خلال الطائرات، من خلال الهليكوبترات، على الاهوار، على الغابات، وايضا عمليه انه انت تتخلص من المستنقعات، المناطق اللي من الممكن انه تتجمع بها هذا النوع من البعوض، ايضا تعتبر ضمن الصفات او شغلات او الاشياء المهمه والاساسيه for the eradication of the parasite. طبعا اهم دراكس اللي هي جماعه الكوين اللي هي الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين اللي هي تعتبر الدراك اوف تشويس فور ذا تريتمنت. طبعا كلوروكوين في بعض الاحيان يطوع يعني اطباء المفاصل يعني يعني هاف رول تو بروفايد انالجيسيا طبعا باي انون ميكانيزم. الكلوروكوين ايضا يعتبر الدراك اوف تشويس فور ذا تريتمنت اوف ملاريا هو والهيدروكسي كلوروكوين. فترة اعطوهم ايضا لجماعة جماعة الكوفيد ايضا في فترة انه قالوا انه من الممكن انه يدخل بالبروتوكول فور ذا تريتمنت، بعدين انسحب الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين من البروتوكول، شافوا انه ما في فايدة، ولكن هو يبقى العلاج الاول والاخير الى مرض الملاريا. الى هنا يعني تنتهي المحاضرة فيما يخص الملاريا او المادة المطلوبة في مختبر الملاريا. شاكرين لكم الإصغاء وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.